so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. السلام عليكم خوتي، جيسبر راكم بيان صافا كامل. كيما راكم تشوفو هنا كاف لو شان 2022 اوغا ليو اون ايتي، كيما يقولو لو شامبيون دافريك دي ناسيون 2022 كي سوتيندرا ان الجيري اوغا ليو اون ايتي نون با انيفير. ايل ايتي بروغرامي اوباغافون بور نو با شوفوشي افيك لا كان 2022 كي ا ايتي رابلون ريبورتي دون اني اون ريزون دو لا بانديمي دو كوفيد 19. كما راكم قرروكم هنايا الشان هو هي البطولة كأس إفريقيا للمحليين، والفريق اللي تولى قيادته كذاك مجيد بوغيرا الذي كانت لديه انتقادات وتساؤلات صراحة. تعرفوا في بلادنا كيفاش راه صحاب الشتاء وصحاب المالك، يعني لكم شامبيون معفن كيفاش معفن هنايا خوك الشامبيون مال لا شان راهو ريبورتي في اون ايتي 2022. بقا كيفاش ما يجينيش لا كان دافري لا كان في اللي تكون في ليفير في 2022. و نقولو مليحة باسكو ديجا 2021 ايفيتيو الاخر كورونا كامل، مازال اتخاذات صحية وكامل. و 2022 مليحة الصيف الشامبيون خلاص ما كاينش البريسيون ملي كل بعد بالكم يقولك عندي لي جو راهم في ليكيب ناسيونال ما نلعبش، تجربوا الشامبيون راه برمده كامل وزيد يقولك ما نلعبش كيما القضيه تاع اليوس ما مش انا ماشي مانيش الضوم لا ماني معاهم يقولك ما نلعبش لي جوار تاعهم تما. على كل حال عنده الحق الشامبيون كيش تلعب الشامبيون تاع لي جوار تاعك ما كانش هم تماك. اذا هذا الفيديو قصير درت لكم خوتي يقولك ديك هذه دي نون اون سيزون كما خلاص كنشوفو هنايا بطولة تشترى في الجزائر ونتمنوا يديرها مجيد ويديرها كما دارها جمال بالماضي. ونتمنوا كل خير في الخواطر، ما تنساوش تشكروا وتشتركوا في الخير يا خواتي.